السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت لكم تاني بفيديو تاني من عمايل الحاجات الحلوة اللي بنعملها عندنا في البيت. ده اسمه بسكوت الشوفان، بسكوت بالشوفان. الشوفان ده بيتكلموا عليه كلام كتير جدا ان هو صحي وانه يعني مهم للجسم وللكلام ده. بسكوت الشوفان ده يا جماعة انا بعمله من زمان جدا بجد عندنا. شوفوا الجمال، شوف البسكوت عامل ازاي، والله طعم رهيب ووصفه سهله جدا 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 جدا. هتلاقوها برده تحت الفيديو ان شاء الله. اللي هقول لكم المقادير، هي البسكوت اللي ده 85 جرام شوفان، 85 جرام شوفان، 85 جرام جوز الهند اللي هو جوز الهند اللي هو المشهور يعني، و100 جرام دقيق، و100 جرام سكر، و100 جرام سكر، و100 جرام زبده مذابه، ومعلقتين ميه مغليه، ومعلقه بيكربونات الصوديوم او كربونات الصوديوم، صح بيكربونات الصوديوم صح؟ وانا عارفه، انا مش محتاج ان انا يعني مش بقول لكم ان انا هدوقه واقول لكم، لا انا عارفه، لان احنا من دايما البسكوت ده عندنا الصبح نعمله نشرب بيه الشاي الصبح، روعه جدا، والولاد الصغيرين لو شربوه هيتبسطوا منه جدا بجد. شاي حاجه. الوصفه دي يا جماعه اعملوها وعلى ضمانتي الشيف جلال عبد ربه اكيد، والله وصفه جميله وسهله، وخد بالك بقى بتنجح معاك يعني، انت بتعملها عمرها ما فشلت معاك، لان هي الجمال مفيش اجمل من كده. اعملوا الوصفه دي يا جماعه بجد، اعملوها، بسكوت الشوفان بجوز الهند، بسكوت الشوفان بجوز الهند، شوية حاجات بسيطة هتتعمل في البيت، والله أحسن من أي بسكوت تشتريه من بره. أشوفكم على خير، كل سنة وأنتم طيبين، وأحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاي بقى.